من يظن أن تنظيم داعش اقتلع من جذوره فعليه أن يعيد حساباته. وربطاً بالتوظيف السياسي للجماعات الأصولية بين حين وآخر، يبدو أن عودة الخطر الداعشي من بوابة السجون لن يكون بعيداً. تشارلز ليستر، الباحث البريطاني في مجالات الإرهاب والتمرد والتهديدات الأمنية، نشر دراسة في معهد الشرق الأوسط تفيد بأن هناك جيشاً من السجناء والمعتقلين والمحتجزين يضم 65,000 شخص تربطهم صلة بداعش، من بينهم 10,000 مقاتل متمرس و25,000 طفل يشكلون قنبلة موقوتة. وهذه خلاصة زيارة ليستر إلى شمال شرق سوريا مؤخرا برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، حيث تفقد السجون والمعسكرات المتواجدة هناك. الدراسة ركزت على سوريا والعراق، ولكن ماذا عن لبنان؟ وهل من خطر مشابه سيطل برأسه من سجونه؟ للمصادفة وخلال إعداد هذا التقرير دون أحدهم في بلدة الطيب الجنوبية شعارات وعبارات لتنظيم داعش على جدران البلدية وحائط المدرسة. ولكن بعيدا عن هذا التصرف المثير للجدل، فإن معلومات أمنية خاصة بسبوت شوت ستفتح الباب أمام قضية كبرى قد تشكل فتيل انفجارات ضخمة ما لم يسارع المعنيون بالتحرك لصدها. إذ لفتت مصادر خاصة إلى أن تحريك سجناء من داخل السجن لمجموعاتهم في الخارج لا يقتصر على محكومي قضايا المخدرات والسرقات فحسب، بل يصل إلى محكومي وموقوفي قضايا الإرهاب، وتحديداً المنتمون لتنظيم داعش القابعون داخل المبنى ب في سجن رومية. وتشير المصادر لسبوتشوت إلى أن هناك من يؤمن لبعض هؤلاء السجناء عوامل الرفاهية في السجن، من ظروف سجن مريحة وهواتف خليوية وإنترنت وغيرها، إضافة إلى دفع معاشات شهرية لعائلاتهم، وفي بعض الحالات تدفع الكفالات لإخراجهم من السجن، وكل ذلك بهدف ضمان عودة السجين إلى الخلية وتنفيذ أوامر مشغليه بعد خروجه. حالياً يجري ترصد ومتابعة ومراقبة هؤلاء من قبل الأجهزة الأمنية العاملة داخل السجون بتكتم شديد، كما تجري مقاطعة التقارير بين الأجهزة الأمنية خارج السجون لمتابعة المشبوهين الذين هم على تواصل مع السجناء. فهل ستقوم الأجهزة الأمنية المعنية بعملية استباقية لوأد هذا المخطط الخطير؟ فلننتظر ونرى.